اهلا وسهلا بيكم في قناة مواهب ابتكار، والنهارده معانا اكلة ما عملناهاش مع بعض قبل كده. وزي ما انتم شايفين الفراخ المشوية، النهارده انا جايبة دبابيس عشان بحبها في الشوي جدا، وصدقني كمان بحبها في التحمير، يعني بحب اسلقها واحمرها في فيجيتار كمان، اكتر حتة طرية في الفراخ وبنحبها كلنا. بس هو النهارده جبت بقى 10 دبابيس وقلت نشويهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. قبل ما نقول الطريقة وقبل ما نعمل اي حاجة، بصوا منظر الفراغ جوسي وطرية وجميلة ومحمرة كل حاجة. هنبدأ مع بعض بغسيل الفراغ ونقعها طبعا في المحلول بتاعها. اول حاجة هو الفراغ جايبها من عند الفرارجي، طبعا شكلها هو بيغسل كويس وبينضف، بس انا ما بعتمدش على نظافته. لازم طبعا نغسلها تاني ونحطها في المحلول بتاعها، ونسيبها حوالي نص ساعة في المحلول. بخرج الفراخ بره الكيس دلوقتي وهحطها في طبق عشان اغسلها معاكم غسلة كويسة، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا دلوقتي بنغسل الفراخ، بمسكها اغسلها كويس، ولو في دهون زيادة هتشوفوا دلوقتي بالسكينة وهقطعها، علشان زي ما قلنا في فيديو امبارح ان الكوليسترول العالي ليه تأثير على القلب، وبالتالي احنا عايزين نقلل كمية الكوليسترول اللي موجودة في اي لحوم بنجيبها سواء لحمة حمراء او فراخ. طبعا بالمناسبة افضل لحم هو لحم السمك، مفهوش اي دهون ومفهوش كوليسترول عالي وجميل جدا، بس طبعا احنا بنحب الفراخ. ادي الصوص بتاعها، ادي المحلول بتاعها معانا مية، وبنحط سكر وملح وخل وندوبهم كويس. هنا بقى بشق الورق علشان يشرب ويتغسل من جوه كويس بالمحلول، كمان علشان واحنا بنحطه في التتبيلة بتاعته يشرب كويس. خلصت، هسيبه يتنقع حوالي نص ساعة او اكتر على ما ابتدي. زي ما انتم شايفين الفراخ منقوعة جميلة اهو، هنبتدي نعمل بقى التتبيلة بتاعتها. معانا هنا كاتشب اللي احنا عاملينه مع بعض، معانا كمان دبس رمان، لو ما عندكيش دبس رمان ممكن تستعملي مكانه عسل اسود عادي، وبس ما تحطيش كتير. معايا كمان هنا كوباية زبادي، معايا طبعا في التوابل والبهار بتاعنا، معانا ملح وفلفل بابريكا كاري، معايا ربع معلقة توم باودر، معايا بهارات فراخ، ومعايا كمان روزماري والتوابل اللي في النص دي كلها، سواء بقى ورق لورا او غيره او ورق ورد، وده بنحطه. معايا كمان 3 بصلات كبار وقرنين من الفلفل الرومي، عشان احنا مش بنحب الحراق، لو بتحب الحراق حطي حراق عادي. هنبتدي نبشر البصل مع بعض، طبعا برضو بنبشر البصل عشان الكبة بايظة، وهبشر كمان الفلفل على قد ما اقدر علشان طبعا يبقى ناعم ويبقى جميل ويتغلغل جوه الفرخه. خلصنا بشر البصل والفلفل، ببتدي احط التوابل بتاعتي كلها، وبعدين بنحط علبه زبادي. لو عندك زبادي بلدي حطي عادي، انا بحط الزبادي ده عشان عندي مش بحب الدهون كتير، انت عارفه الوش بتاع الزبادي البلدي بيبقى تقيل، فانا بحط زبادي عادي. الدهن ده جميل جدا. ببتدي احط هنا نص معلقه سكر، نص معلقه بالظبط عشان ما تبقاش طعمها محلن قوي. بنحط حوالي 3 معالق كاتشب، بحط كمان حوالي نص معلقه دبس رمان علشان انتوا عارفين بيبقى محلن، فبرضه هي نص معلقه يعني نص معلقه عشان ما تطلعش الفراخ معاكي مش حلو. بتقلبي كويس جدا التتبيله، المفروض دي كانت تتعمل في كبه او في خلاط، فاحنا بقى بنقلبها كويس قوي 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 علشان تبقى مختلطه ببعضها كويس وتقدر تدخل جوه الفراخ كويس. زي ما انتم شايفين طلعت الفراخ من المحلول بتاعها نظيفه وبيضه وزي الفل ما فيهاش اي حاجه. الفتحه اللي عملناها بالسكينه بنحشيها كلها الخليط اللي احنا شايفينه قدامكم، وبرفع تحت الجلد وبحط كمان تحتيه كويس، وفي تكايه هتشوفيها دلوقتي دي بتخلي الفراخ متزفره بعد ما تشويها. تمام اهو، بنخلص مع بعض، هم 10 دبابيس تحت الجلد وفي الحته اللي مشقوقه بالسكينه، وتبتدي ترصيها رصه حلوه عشان لو حبيتي تقدميها على السفره بالصينيه بتاعتها زي ما تحبي، عايزه تغرفيها في طبق زي ما انا غرفتها براحتك خالص.
خد معايا شوية مخلوط من اللي انا عملته، بفرده في الصينية واحط عليه الوراك بتاعتي وارصها رصة كويس عشان لو حبيت اقدمها بالصينية يبقى شكلها جميل. بصي بفرد الخليط اللي فاض معايا ازاي، ادي المنظر النهائي للصينية، جميلة وريحتها جميلة وروعة بجد. هنا كنت دخلتها الفرن بس مش الشواية، طلعتها بعصر عليها نص ليمونة عشان ما تبقاش زفرة من فوق، وبدخلها تحت الشواية وكده. بصي بقى الشواية عملت فيها ايه، نشفتها من الوش الجوسي بقى طبعا. بصي تحت طرية خالص من على الوش، مقرمشة وجميلة وناشفة. بصي حتى الجلد عمل ازاي من القرمشة اللي فيها، بصراحة تحفة. وانا كان عندي ملوخية ورز وكان عندي بسلة من امبارح، هناكلها جنبهم وبجد هتعجبك اوي، جربيها ومش هتندمي، جربيها. وبعدين بصوا انا سويتها كلها في الشواية في الفرن، ما سويتش جزء منها على البوتاجاز، بس بتسيبيها حوالي ساعة وربع ساعة ونص في فرن البوتاجاز، بتطلع لك طرية وجميلة وريحتها تحفة، وولادك هيحبوها. لان الاطفال لو انت عندك اطفال يعني دايما بيحبوا الدبابيس اكتر من اي حاجة في الفرن. يقولك عايز الايد يا ماما، فاعمليها كده هتبقى جميلة جدا وهتعجبك وتعجب ولادك. ولو عندك عزومة وانتوا عارفين ان احنا في رمضان، بصي بقى السوا بتاعها بمجرد ان المعلقة لمست الدبوس، بصي عمل ازاي، السوا بتاعها روعة روعة، جميل جدا. يلا